عم تتعب. ها؟ يعني قصدي عم تتعب بكل هالشو شوبت لأنه في شي؟ أمك بدها شي؟ لا بس منى وإلهام بدهم يشتروا شوية غراب. أي روحوا. يعني بدهم مصاري. مشان شو المصاري؟ بدهم يشتروا شوية غراب. ليش أمك ما اشترت لهم هديك المرة؟ لا اشتريت إلي ولسعاد ولمها بس. هلا شو المطلوب؟ 500 ليرة يا بي. هاي 300 ليرة حاجة يخبصوها. يلا تيسري. قلنا لك تيسري. بس بدي صب لك الشاي. تيسري مشان ما تتأخري على اخواتك. حاضر يا بي. الله يعطيك العافية. والله عم تتعب. خاصة انه شوبت. شوبت كثير. بدنا شمينتو. وصيت على طول. تعبان كتير اليوم. حاس حالي بدي قرب. شو رأيك ندق بواري؟ هلا يا أبو زكي. ما عنا ولا بوري. بعد كم يوم في عطلة رسمية. منبلش منش الصبح. هيك بدنا نشتغل يا منصور. نستنى العطلة الرسمية لنشهل بشغلنا. طول عمرنا هيك نشتغل أبو زكي شبك. ومنين النشرة؟ للحنفية. والناس عنا بالبلد شو بدها تساوي؟ عندكم أرض؟ عنا شقفة. كل عيلة تقريبا عندها شقفة عنا. وفي ناس بيروقوا مثلا عمي نحن مستلمنا إياه. بالبلد عندكم ما في فلاحين؟ لا لا، معظمهم صار موظفين. شي بالبلدية وشي بالجمعية، شي بزرع حلب، وشي بزرع الشام عم يشتغل. إذا ما حدا بيشتغل بالأرض على شو زعلانين؟ لك شلون على شو زعلانين؟ بلد بالأساس زراعي. وبيتأثر كثير بالجفاف والمونة شيء أساسي عندهم خصوصا إنه المعيشة ما عم تكفي. هذا بده يتجوز وهذا بده يخطب وهذا بده يبطل. بالإضافة طبعا لمونة البيت. أنت قلتيها شوية برغوة على شوية عدس على شيء ليش يعني بيسندوا. إيه أنا أخي بالخليج بيسافر بالبر خصوصي مشان المونة. بيروح من هون حامل محمل برغل على زيتون على مقدوس على وصايد. لما بيكون هون ما في حديث الا هالشغله. على دبر لي هالولد يا خالتي ودبر لي شغل حواليك الله يخليك. شغله عم اقول لك منصور. شبك منصور؟ شو متنح؟ عم بحسبها براسي. شو هاي؟ شو هاي اللي عم تحسبها براسك؟ لك اذا كل شباب هالبلد عم يشتغلوا برا، شي بالخليج وشي بامريكا وشي باوروبا وشي هون وشي هون. إذا رجعوا هدول كلهم شو بدنا نسوي بحالتنا؟ يعني وين بده يشتغلوا؟ عم
عم بتقلي لي مالك هويانه ما هيك؟ شش صدقيني حكولي هيك بحمى شو حشريه. ايه وليش بقى؟ ما انت بتعرفي عني كل شيء. يا هالطقك ما بده يكون في شيء بالاول لتعرفيها طيب. انصرفي روحي الله معك. طيب ماشي لا تاخري بكره. وعدته لسليم الله يخليكي الله يخليكي. خلاص ما حتاخر. سوينك بكره ما فيني اتاخر ها؟ شوفي ساعه واحده بس انت طالعيني من البيت اتركي الباقي علي. انا بدنك شقويه. ايه بكره بتشوفي بس تذوقي طعم الحب بتصيري فدائيه. ايه نعم بس سليم في وحده بالدنيا كلياتها بتحبها نص نصوص سليم. كي روحي يا انت شو بفهمه. يلا باي لا تاخري. لا مع السلامه حشوفك بكره. جتكني لو انت عامل زي الحيطه ما تتحرك بقى يا راجل. زعيله تعالي تعديني لشوف. حاضر. قلت له 100 مره يقولي لي خلي بالك من زوزو زوزو. والنوز اسمع لها ورحمونها دي زوزو دي كلام حنعوزو زوزو. بعدين ما طب أبي فوق الشجرة. ثلاث الاستعراض سعاد حسن يا ودي تقيل. الله يعطيك العافية شوبت كتير لأنه جبت لك فيلمين فيديو. أول واحد اسمه فتاة الاستعراض لعادل إمام سعاد حسني والثاني اسمه الراعي والنساء لأحمد زكي وكمان لسعاد حسني. ومصيت لك على فيلم ثالث كمان لسعاد حسني اسمه خلي بالك من زوزو يعني مو أنا لأنه دلعي زوزو ثلاث خربت يعني. تفضل. طيب حطيهم حطيهم هون هنيك.
بعت لك صاحب النصيب لارتاح منك بجاه الحل. اغسل هلك وانشر هالك. ما تخليش بالك، انا بحب اغسل هدومي بنفسي. يا لهوي، بتغسل وانا موجوده؟ عاشت. خلي طشتي يبرد ريحه هدومك يا ابو خطوه. هرشتي، هو انت من اللي بيبات ناشف ويصحى مفلوس؟ مين حضرتك؟ القصه تروسه جارنا. قصه ابو جديد اسبوع وين يا؟ ايه قصه ابو جديد اسبوع كويس. خير؟ وين كنت هلا؟ دراسي على اساس؟ خير خير. شو بعد معصب على المساء؟ قول مساء الخير من قبل. كنا عند مراد عم ندرس كيمياء. لك يا اخي، هي الدراسه الجماعيه ما منها فايده، بتقضوها حكي ما بتستفيدوا شيء. اه والله، تعا شوف تعا. لا بدي اشوف شيء. اسال مجرب ولا تسال حد. اخي شوف يا ما في، يعني كنا عم نشجع بعضنا البعض، اللي عنده همه ما بده مين يشجعه، عقله براسه بيعرف خلاصه، كل واحد يضرب مصلحته. اسمعني، انا عم حكي عن تجربتي. اللي مرق فيه هلا نفسه انا مرقت فيه، ليك؟ درست مع رفقاتي شو طلع لي؟ شقفت معه المتوسط لبيقدم لبياخر؟ اخي هذا انت، انا بعرف حالي شو عم ساوي. هلا انت بتعرف شو عم ساوي؟ لا بعد مرقتي. خيو خليك بحالك وتركني بحالي بقى، حط حالك براسك تعرف خلاص. اف دمك شربت يا مولان. التكيف الاجتماعي هو عملية ملائمة إمكانيات الفرد لإطار البيئة الاجتماعية المحيطة به. ندفع الدرس. تفضل. يوم نشيط يعني مثل كل يوم، ما اختلف عليك شيء، مع انه شوبت شوبت كثير والشغل بالشوب ثقيل. جبت لك الافلام. شو شايفتك رجعتهم؟ يعني ما شفتهم؟ شفتهم كلهم سهره واحدة. برافو عليك، شوف شو نشيط. ابي بينام من الساعه 8 علي. ان شاء الله عجبوك كثير. تعرف طاقه قلبي على ما تشوف فيلم خلي بالك من زوزو. شايفه على الفيديو. ايه بس امي وابي بزماناتهم حضروه بالسينما، قال بالسينما شي تاني. تعرف يعني السينما طلعة بيطلعوا العالم مع بعضهم بيحضروا السينما. والله العظيم بحياتي ما حضرت فيلم سينما. مسكي ايدك شوي هون. حاضر. السينما مثل الفيديو ما بتفرق نهائيا. شلون ما بتفرق؟ يو قال ما بتفرق. دايمة صحتين. We'll be right back.
بقدر شوف ابوه بهالحاله. يعطيك العافيه يا ابي. طيب حضرتك شو بدكم؟ الله يعافيك. الله يعافيك يا امي. بدك شيء؟ لازمك شيء؟ لا امي مو لازم شيء. الحقيقة فيك عيوني التنتين عم يجعوني كثير من الدراسة. والتقرير الأول بيقول مالي مالي روحي رح تطلع. حالي أقرب الفصام. بسيطة ولك ابني بسيطة هانت كلها كم يوم. أنا كنت حاسة هالشيء بس قوي شوي. يا امي والله شغلي مو هيك. والله العظيم الدراسة شغلي بتطلع روح بتطلع روح. طيب عود اعمل استراحة مع اخواتك بعدين فوت اجيب كرميل. طيب ليش مصرة انك ما تعلمي شو وجه القرابة اللي بيحكوا فيها؟ يا بيي معلش دكتور عمو هيك راكي بروح شوي عن المراه بدرس انا وياها مع بعض. اوف طيب هلا بهالوقت والله ضايع خلاني مغير لي شوية جو. ممكن تعطينا معلومات عن حالته؟ طيب بتروح بس ما بتمقيس. لا شو ما قيس ما مقيس بدها يعني؟ يعني مثلا صدقيني نحن لحد هلا ما عرفنا هذا الولد بيضيع حاله بهالقصص يا بيها وانه زوجته ما لك انظم انه بتتني كمان طلعت رحنا بالبكالوريا يا لا 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 انا ما بعرف شيء لا عن زوجته ولا عن ابنه ولا حتى عن اهله كل اللي بعرفه انه مشان هيك عم بحكي انا ما بدي اياه يطلع مثلي انا ما بعرف وين هو ما كان يحب يعطي اي بنتي زاهية شبك لزقانة بالشباك طول النهار انزلي اشتغلي لك شغلة تعي ساعديني ما بدي هاي حممت لك كل بناتك ما بيكفي يعني زاهية تحركي عنا شغل كتير اليوم زاهية لا تخليني عصب عن جدها يا ربي والله معيشة هاي معيشة بين أربع حيطان كنتي لا ترسبي بالمدرسة ما تعدي بين أربع حيطان اي ما بطيقة للمدرسة ما بحبها شو بدي أعمل يعني الله يجوزك ويخلصني منك آمين بعدين تعملي أنا مو خليتك تروحي مع سونيا شفتي شو صار شو صار يا أمي مشان الله شو صار كل هالمشوار طلعته أنا وياها خربت الدنيا خلاص أنا ما عندي غير رفيقة وأنا مالي زب زي اللي تحبه لهذا سليم حتى سونيا لازم بطل احكي معها لازم ضل هون مسجونه بين اربع حيطان تحركي فوتي اجي جليات رح يصير وقت الغداء على العيشه يا الله تسلعي الوحيده مساوات البيت والشغل لا حول ولا قوه الا بالله على هالجيل لك شو هالجيل هاد لك يا بنتي الله يرضى عليك عندك هالفيديو عم تشيلي فيلم وبتحطي فيلم شو بدك احسن من هيك وبعدين انا وين من رحت عم باخذك معي عند خالي اللي بيسمعك بيصدقك وبيقول مشاويرك مقتلة بعضها بعدين بنات خالي كلياتهم هبلان شو قلتي ولا شيء امي ولا شيء شو قلتي ما شيء ما شيء امي 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 الله يخلصك الله يخلصك اصلا بنات خالي حامل هبلان وخالي اهبل كمان شو قلتي ولا شيء امي قلت لك بكرة تسيبني وتمشي زي قلت لي لا قلت لي لا دي الحقيقة دي الحقيقة أنا عارفة أنا عارفة عمري ما ضحكت على نفسي عادل عايزة أقول لك حاجة قبل ما تمشي عايزة أقول لك حاجة قبل ما تمشي أنا عرفت رجالة كتير أنا عرفت رجالة كتير لكن
حبيتك انت. لكن حبيتك انت. حبيت فيك لحد ما انت. انا الفيلم كل ما بشوفه بكل اللي كان بحبه. مع السلامة. حاجتك. كل ما بشوفه ببكي. بتضرب الحب شو بيزل. استلف مني 15 قرش. ما كانش معي فلوس والله. كتير حياتي. غشيش. غشيش. انت. بليكن بحبنا حظ ما في. زاهية لا أنت الشاي روحي قدي لأبوكي الله يرضى عليك عم يسقي البوكات. ما هو ده المشوار الوحيد المسموح فيه بالبيت ده جنب البلوك وترجعي على طول على البيت. الله يعيننا عليكي. أمي أنا بدي روح بدل أشرط الفيديو. بعدين 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 مثل بعضهم. انا اساسا صرت شايفه كل الافلام بدكان الفيديو بس مع ذلك بدي روح. هو هالمشوار امي. بعدين حبيبتي ودي الشاي بعدين نحكي بالموضوع. حاضر. لو كان جنبي البلوك لي لا افاق على البلوك. البلوك وين صرتي؟ الحشو صرت شايفه مرتين. مره انا استاجرته مره انت اعطيني اياه فري هرديا. لا عشان ما بدك اياه قلت لحالي يعني بيستاهل ينشاف مره ثالثه. خذه خبيه بسرعه. مليت منه ما بدي. مسك مشان الله ما تكسر بخاطري. حطي من ايدك حطي. بدي صب لكم شاي يا بي. نحن بنصب الله يعطيك العافيه. هاتي عمي